هذه هي مكان الصخرة اللي حط السامري العجل فوق، وبني إسرائيل قعدوا يعبدون ويدورون عليها. جيت وشرحت قبل، هذه أشهر رسمة وأكبر رسمة وأزين رسمة للعجل الذهبي اللي سواه السامري، طبعا الرسام رسمه بإتقان. هذه هي صخرة موسى عليه السلام، ضربه موسى بعصاه وانفجرت منه 12 عين على عدد قبائل بني إسرائيل. هذه شكل صخرة موسى من الجهة الثانية. طبعا اللي بيكتب جوجل ماب صخرة موسى تطلع له، واظلم علينا الظلام، هو يمدينا نرجع ولا لا؟ الحين انا واقف تحت صخرة موسى، مرة والله كبيرة، وهذا مضرب العصا، ومن هنا انتشر الماء، وهذه الارض يدعونها ارض المت. النبي العزير كان معه طعام اللي هو خبز يابس وعنب، فعصر العنب على الخبز عشان يصير رطب، ونام 100 عام، وحمار عزكم الله كان هنا موجود. النبي العزير كان راكب حمار ومر على قرية مهجورة وسأل، قال مني حلاها بعد موتها، فجاء المكان هنا فأماته الله 100 عام. بعد ما أحياه الله من بعد 100 عام، أخذ حماره ورجع مع نفس طريق ومر من عند القرية وشافها حية اللي كانت مهجورة، وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ويقال عاد أنه رجع لبيته وشاف ولده أكبر منه سنا، الله أعلم. الشكل هذا اسمه مذبح موسى، لو تكتب جوجل ماب مذبح موسى يطلع لك. بناه موسى عليه السلام عشان قوم بني إسرائيل يقدمون قربانا لله، وهذا الجبل اللي نسف العجل الذهبي حق السامري من هنا نسفه وطاح باليم. وحين بوريكم شيء، الله سبحانه نزل 12 صخرة رخامية على عدد زعماء قبائل بني إسرائيل عشان يجلسون بنا. المشكلة ما في ولا صخرة تشبه الصخور اللي من هنا، يا سبحان الله.